المرأة الأردنية اللي بتعشق الطبخ ووصلت الطبخ الأردني للعالم العربي، دعاء عازر أبو جابر رح تكون معانا هلأ بحوار. صباح الخير دعاء. صباح النور. هلا. كيفك؟ الحمد لله. أنا كتير هيك متحمسة عشان بعمل لقاء مع أختي لانه انا بالمطبخ كمان شوي وديما كمان متحمسه كتير اليوم، فديما عامله بالمطبخ اكلات خفيفه لانه بنكون معاها بالمطبخ. فدعد اهلا وسهلا. اهلا فيكي حبيبتي. خلينا نبلش هيك الحوار من اول شيء، انه يعني بحب تحكي لنا من وين بلش هيك شغفك وحبك للطبيخ للمطبخ. من وين بدي ابدا؟ طبعا البيت، يعني دائما البيت بيأثر على الواحد من كل النواحي. طبعا زي ما بتعرفين احنا بيت واحد واخوات، يعني البيت عندنا كان دائما الطبيخ جزء كتير اساسي ومتواجد دائما، يعني الطبخ عندنا كان يوميا. اوكي، يعني مثلا هلا كمان التيتا الله يرحمها كانت ساكنه معنا، فكمان كانت هي يعني مش بس الماما كمان الله يرحمها كتير شغوفه بالطبخ واكلها زاكي، والتيتا كمان، فكون في تنتين ستات بالمطبخ كل واحدة تعمل لنا إشي زاكي. وكون كمان إنه عائلتنا ما شاء الله كبيرة كعائلة، يعني القرايب الأعمام والأخوال، والكمان التيتا وجودها ساكنة في البيت معنا خلى كل القرايب يجوا يزوروها، فدائما بيتنا في ناس، متوقع إنه بأي لحظة يكون في حدا في البيت، فالطبخ دائما شغال وأطباق جدا شهية. بس احنا ما كانوا يسلمونا المطبخ، أنت دائما كنت تكوني مع الماما. أنا كنت صغار كنت أنا بعدين تتعلموا بالدور. بس بحب أذكر منذر دعد عازر أبو جابر ومش شيف، هلا بدي أسألها ليش شيف سألني شيف، لا ما تحط شيف دعد كتير هلا مرات لا لأنه كتير مرات بيصير الكل مثلا عم بيقولوا أي واحد بيطلع بيطبخ بيقولوا شيف، إيش رأيك بهاي زي يعني إيش بتقولي؟ يعني هذا إشي مش كتير مهم، بس أنا صراحة ما بحب أحط كلمة شيف قبل اسمي، يعني عادة الزمان المفهوم للشيف هو يكون درس كتير وتمرس كتير وصار عنده خبرة طويلة طويلة جدا، وهو كمان بيقدر يدير مطبخ تحت إيديه سو شيفس أو يعني مساعدين مساعدين طباخين، بيقدر يدير مطبخ يعني مثلا لمطعم بيجي بجوز 100 زبون باليوم بده يقدم لهم طبخ، بده يكون يعرف يطبخ ويدير مطبخ، طبعا بيكون هو كتير متمكن، يعني بجوز هو مغمض يعمل الوصفة. هلا هذا ما بيعني إنه يعني إذا واحد ما عنده لقب شيف إنه أكله مش زاكي أو إنه إنما هي أمور إدارية زائد خبرة طويلة. بحس إنه حرام يعني أي واحد بلش يطبخ جديد مزبوط أكله زاكي وشاطر وهيك ياخده كمان لقب شيف زي اللي عنده هذا الميراث، يعني أنا ما بحب كلمة شيف، مش ما بحبها، أنا ما درست دراسة رسمية، كله من تجاربي الخاصة، أخذت كورسات متقطعة قصيرة بأشياء مختلفة، ويعني أنا مدرستي جامعتي هي كانت بيتي مطبخي، بس لا بحب أقول أنا خلاص أنا دعد عازر أبو جابر شغوفة المطبخ. شغوفة المطبخ. هلا وإحنا عم نحكي دعد بدنا نتفرج على صور، هلا في صور، هدول صور دورة عملتيها بلندن غبتي شهرين وأخذتي عدة دورات، احكي لنا ايش هدول الدورات كانوا. انا في العاده سواء بالاردن او لما اسافر اي محل وين ما بقرا بشوف في كورس ان شاء الله حصه ساعتين شيء ممكن يعجبني بحب اروح اشوفه. هون رحت انا خصوصا بشكل عام كانت رايحه عشان اخذ دروس بتزيين الكيك، لانه تزيين الكيك إشي تقني جدا جدا، يعني بزبط في بيتي أضل أجرب لكن بدي أقعد أيام ومدة طويلة أجرب وما يزبطش وهقرب أخذ معلومات مختلفة سواء من كتب أو من صحبات أو من شفية أو لا قلت خليني أخذ من رأس النبع من رأس المعلومة. هلا احنا كمان شوي رح نشوف هدول كانوا من هدول كمان أيوة. والشوكلت اللي شفناها كمان من هاي. هلا خلينا نوقف عند هاي الصورة احكي لي هاي امتى عملتيها؟ هاي كان عيد الأم هاي السنة وعملت هاي الكيك لحماتي الله يطول بعمرها، حبيت احط لها هيك ورود بنسلم على ام سلطان انا بحبها كثير، هي كمان يعني اكلها كثير زاكي، فبعد ما تجوزت كمان كان لها دور انه كمان استمر عندي الاكل الزاكي واطباق جديده منها كمان، كنا نتسلى انا وياها ساكنه كنت انا وياها بنفس العماره فدائما رفلق دوالي نعمل روستو يعني دائما هذا مشترك. هلا هدول الكيكات هاي كمان بالكورس اللي اخذتيه هدول التنتين اللي تعلمتيهم باخر كورس بالكوردون كوردون بلو الفرع تبع لندن لأنه بدأ في هي فرنساوية بدأت في باريس هلأ عملوا عدة فروع في العالم منها في لندن أنا رحت على لندن وكان الكورس كله كيك ديكوريتينج هلأ أحكي لي هدول الوردات مثلا كيف شوي تفاصيل نوقف نقطة يعني شوي طير. هلأ هي معمولة أخذت وصفة جوا الكيك كيف تنطبخ طبعا هي كيك هلأ مثلا هاي لكيكة عرس
مثلا كيك العرس عادة تكون طبقات كتيرة، بالعادة لا يحبذ إنها تكون نوع كيك خفيفة، لازم تكون كيك كثيفة تتحمل التقل. ممكن تنعمل بسبونج كيك وهيك، لكن بيكون في طريقة تصفيت الكيك فوق بعضه بده يكون حذر شوي مختلف. يعني الكيك طعمه كتير زاكي طبعا، تعلمنا عدة أنواع كيك، إشي بعرفه أنا وإشي كمان ضاف لي معلومات وريسيبيز جديدة. هلأ هاي عملناها، بعدين فيها شغل كتير. يعني أول شيء بدنا نعمل الوردات، كانوا من شو الوردات؟ هدول من عجينة سكر فيها مادة صمغية، بس طبعا تتاكل يعني. هلأ هي غير في نوع، هلأ في الشوغر فوندنت الكل بيسمع عنه، عجينة السكر هاي تنعمل فيها، بتقدر تغلفي الكيك بتعملي منه كمان أي ديزاين أي أشكال بدك إياها، لعب ورد أي شيء أي شيء أي شيء. بينما الجام بيست اسمها هذه، أيوة هون هي الجام بيست، اللي هي عبارة عن عجينة السكر مضاف إلها نوع من أنواع الصمغ اللي بيتاكل. شو بصير فيها هاي؟ بتقدري تعطيها ليونة، بتقدري ترقيها لدرجة رقيقة جدا جدا كتير يعني، وبتنعمل بالإيد يعني كل ورقة لحالة حبة حبة، وبتعمل الأشكال مش ضروري بس ورد، ممكن أي كل أنواع الزهور يعني، وأي شيء أي شيء بدك إياه. حلو وهيك. طيب هلا عادة دعايد بينطلب منك مثلا تعملي للمجلات وصفات لبرنامجك للتلفزيون تسلم الأيادي، وإيش كان اسمه قبل؟ كان تسلم الأيادي، دائما كان تسلم الأيادي. لا بس أول موسم كنا، أول موسمين كنت أنا وزميلة إلي ليلى، أو ليلى كنا يعني تنتين عنا، مرة أنا مرة ليلى حزة يعني، بعدين صار إلي لحالي البرنامج. طب هلا لما بدك تحضري مثلا بدهم للمجلة وصفات، كل مرة بلاقيك شغلات بتعملي وصفات، لما تعملي على التلفزيون وصفات كيف بتجربيها؟ عمين بتجربيها قبل ما تطلع أو تكتبي الوصفة بالضبط العيارات والقياسات؟ مطبخي هو المختبر وفئران التجارب هم العائلة. إحنا مرات كمان بنكون سأر واحدة منهم. يعني بس طبعا يعني ما بيكون إشي أنا جاهلته تماما يعني، ولا مكونات هاي طبعا وصفات متعددة، والناس بتعرف كتير وصفات، كل الناس بتطبخ ومعظم الناس أكلها كتير زاكي. يعني الستات خصوصا في الوطن العربي نحن المطبخ هو جزء مهم بحياة الست، والست العربية أكلها زاكي. هلأ إنما في إشياء بدنا نغير، مش معناته أنا أخذ أكلة زاكية وأغير عليها وتطلع بالآخر مش زاكية، لا شو الهدف يعني؟ لا بقدر ألاقي إشياء تشبه هاي الأكلة بدخل عليها بجزء من مطابخ عالمية تانية، بجزء طريقة إعدادها تختلف ليها أنا بتطلع أزكى. يعني كتير بصدف إنه بعطي ناس وصفات، صحبات وهيك ناس بيسألوني كتير بحب بعطي وصفات يعني بدقة، بعدك مثلا فترة برجع بلاقي انه لا ليش هيك، انا مثلا هون لما قليت البصله هيك كان لازم اعمل هاي الشغله قبل، بعد اصغر البصله اكبر البصله، برجع بلحقهم بالتليفون بقولهم لا بليز اعملوا هذا، لقيت انه بتطلع الوصفه لسه أزكى كمان. طب عاده مين يعني اكثر شيء هيك ذواق بالبيت بتحسي انه هذا باخذ برايه؟ شوفي كلهم يعني جوزي خالد والاولاد سعيد وهلا وعدي كلهم يعني ناقدين زي ما بتقولين، بتعودوا هم من الصغر انه في اكل زاكي ولازم يكون ستاندرد يعني معين يعني منزلش، بس يعني بتستغربي انه اللي كتير بهمني رايه هو الصغير عدي. عدي عدي بحب الطبخ حبيبي. كتير كتير هو ذواق، بعدين ما برحم يعني كان هو صغير يكون عمره هيك كان شيء 10 سنين ولا شيء، يوقف يجي شو عم تعملي ماما كذا، بصير أدوق لأنه بحب الأكل فمش مستعد يستنى لتخلص الطبخة، بحط هيك بصحن صغير بدوق، فأنا ما بيعطيني دغري إنه ياي ماما ما فيش مسايرة، فأنا بطلع صير أطلع على تعبير وجهه أوكي طيب لي مكترة ملح بهارات زيادة هون حطيت كتير مي على ورق الدوالي شكله رطب مثلا. فعدي هو الصغير عندي أنا بخاف لما أعزمه بحس إنهم متعود على ستاندرز كتير عالية. هلأ شو أكتر مطبخ دعد بتحبيها؟ هلأ هون إحنا عم نشوف أكلات الخبز دائما هيك عندك هدول كلهم خبزات شغلك. لا ليش اكثر شيء بتحبي الخبز قبل ما اسالك عن المطبخ؟ انت بتعرفي ليه بتموتي في شيء اسمه خبز؟ عجين. عجين. بس اشوف الطحين بقدرش اقاوم لازم اروح واعجن. كثير بحب العجن، كثير بحب العجين يعني انواع الخبز، انواع حتى الكيكات اللي فيها خميره مش بيكنج باودر، الإشي اللي هيك فيه دعك ما بعرف، بحب كتير الخبز وبحب أعمله يعني، حتى أي نوع خبز بجربه بمحل أو بشتريه أو بدوقه مطعم
بحس لازم انا اجربه بدي اعمله. طب شو اكثر مطبخ بتحبيه محببه بقلبك؟ محبب اكثر شيء بتعملي كل شيء بس المطبخ العربي بشكل عام، يعني مطبخ بلاد الشام كثير بحبه، طبعا المطبخ الاردني 100%، بعدين بحب الخليج، العراق، المصري، تعلمت اكلات كثير زاكيه، المغرب العربي دقت عدة مرات بس للأسف ما عندي كتير خبرة فيه، ومع أنه عندي كتير صديقات يعني بعتولي بليز نعطيكي طبخات إلنا تدوقيها وتعمليها كمان في برنامجك، فأنا كتير بحب لأنه المطبخ المغربي، المغرب العربي بشكل عام فيه نكهات مختلفة شوي عن اللي إحنا بنعملها، وإنما كتير شهية. وبحب المطابخ العالمية، بحب الإيطالي كتير، وبحب الشرق آسيوي بشكل عام. اسمع كثير دعد ناس بيسالوا انه كيف وصلتي على الفتافيت، يعني كثير ناس بيقولوا انه كيف وصلتي، احسن احكي لنا كيف وصلتي، كيف كانت البدايه؟ كانت المحطه فاتحه لها يمكن شي سنتين وصدفه حط لنا اياها تبع الستلايت، اجى يظبط شغله بقول لي في محطه اسمها فتافيت، قلت له شو هاي فتافيت؟ قال هي اكل، قلت له إيه في هيك شيء بالدنيا وانا رايح علي؟ نزل لي اياها. اوكي، بعد فتره حطوا اعلان انه مسابقه، انه لاي حدا بجد بنفسه حب للطبخ وبحب يطبخ وما يكون انه بروفيشنال، احنا يعني الشعب العادي، الناس العاديين، عامة الشعب مش الشباب. اوكي، فبالمره ما مرقت الموضوع، اولادي يلا ماما قدمي كثير انت ماما، ما قلت له هدول التلفزيونات اللي بيعملوا هيك شيء ما بامن، يعني ما مش باخذهاش الموضوع سيريس، ضلوا ينقوا علي، قلت لهم اوكي. فيعني الفضل لابني الكبير سعيد وكثير انه نظره عنده شيء فني يعني، فعمل لي صورني فيديو، عملت كثير اكلات متعدده مشان افرجي انا شو بقدر اعمل، مدام مسابقه خليني افرجي شو عندي من شيء عربي وشيء اجنبي وشيء شوي معقد شغله وخبز كل شيء. وبعدين فزت، يعني كان هو مجموعه كبيره من حوالي فوق المية، بعدين صاروا 75، الخمسة وسبعين ضلوا ينقوا فينا، صفينا 10، أنا كنت من 10، بعدين وقفوا المسابقة فأخذوني أنا عملت برنامج تسلم الأيادي والحمد لله يعني. طب دعد، هلأ أنت درستي اقتصاد وبلشتي حياتك المهنية في التأمين والتطوير، المال والأعمال، التطوير والمال والأعمال، كنت تتخيلي مثلا هيك وأنت بالعشرينات أنه أنا بدي أوصل يكون عندي برنامج طبخ على التلفزيون ومجلات ووصفات؟ لا شوفي، كان يعني أكثر شيء أحبه أنه المطبخ عندي يعني شغف من قبل الجامعة وبعد الجامعة وأثناء العمل بالبنوك وهيك، خلاص عندي الأكل، أكل كتير مهم يعني، فما أصدق أعزم الصحبات أو بالشغل تعالوا وأعملهم أكل زاكي، كان يعني متعتي أنه أمتع الناس بأكل زاكي بس، هاد ما كنت أفكر بأكتر من هيك. بس هلأ طبعا صار عندي طموح أكتر لأنه دخلت في المجال وصار عندي أحلام، إن شاء الله ما تكونش بس أحلام إنه أحققها. شو عندك هلأ، شو حابة تعملي أكتر لقدام؟ أول شيء حابة أعمل كتاب إلي، يعني عندي مظبوط يعني كنز أو بيقولوا ذخيرة بيصلح نقول ذخيرة من الوصفات والمعلومات، يعني مش مجرد وصفة، حابة أحط معها كتير نصائح ومثلا وبدائل، يعني تكون الوصفة أي حدا يشوفها بده يعملها يلاقي ما عندي هذا ممكن أستعمل هذا، وليش أستعمل هذا مش هذا، يعني مشان أخفف الاجتهاد عن الناس ويخربوا الأكلة. ونمرة اثنين بحب أفتح مطعم صغير كتير، يعني أمنيتي أفتح مطعم، إنما ليش بدي إياه صغير؟ لأنه بدي أنا أطبخ بإيدي، يعني بحس مش إنه عندي مطعم وأنا بشرف عليه بجيب طباخين يعملوا، لا ما بحس إنه هذا مطعمي، ما بحس إنه هذا طبخي، في إشي اللي بسموه النفس أو النفس بالأكل، هاي اللي بتفرق، فأنا بدي أنا أطبخ بإيدي، فمستحيل يكون مطعم كبير وأقدر ألحق على الناس. مزبوط. هلأ دعد بتقولي ليش أنت مثلا بتطبخي الطبخة مثلا بتكون الرسبي موجودة، هلأ ليه بتحسي إنه مثلا ليه طعمها غير، يعني إنه ليش انه هيك خلص، يعني ليش هيك طعمها انه بتلاقي هيك يعني ليش شو اللي بوصلها لهي المرحله انه كل لقمه اسكاها ايش وين ايش بوصل لهي المرحله، يعني ما بصدق مرات تقول انه وال معقول، بس لا معقول وهو هادي يعني الواقع. مثلا كيف تفرمي الخضره، كيف تقطعي اللحمه، الحجم، طريقة الطبخ، التقلاية مثلا، افرضي حطيتي زيت، حطيتي زبدة، حطيتي سمنة، حطيتي خليط، قديش الخليط يكون نسبة، يعني اشي حساسة انا بالنسبة لي يعني بلاقيها سهل، بس هلأ حاسة انه لازم اوصلها هاي للناس اللي هي عشان يوصلوا للطعمة الرائعة. كمان القوام، قوام الاكل مثلا بتحسي مرات بدك اياها فيه قرشة، ما بدك كله هيك طري، بدك شيء طري وإشي جنبه محمش، بدك طعم كومبينيشن يعني مزيج التنين. بعدين مثلا طعم المزيج، مزيج القوام الأكل وانت تاكليه
كثير بيأثر. مادة الطبخ امتى تغطي الطنجرة، امتى تفتح الطنجرة، يعني الناس بيستغربوا انه هذا كمان بيعمل فرق. وطبعا المكونات تكون طازجة، مكونات جيدة، واستعمال البهارات بشكل ذكي كمان. بتذكر مرة، بس كان مرة واحدة سألتك دعد، هي مش تبع الطبخ، مش كثير بتحب المطبخ، كنت عاملة التفاح الأبل كيف تعمليها؟ فكرت انه اشي سهل. بلشت دعد تقول لها انت بتلفي اول شيء، بتقلي اللي بتحطي شقفة التفاحة دقيقة وربع على اليمين ودقيقتين ونص على الشمال، بعدين بلشت لها انا ردت سألتك الوصفة يا ريت لا اعملي لي اياها وبعتي لي اياها هديه. ما بيخلصوا الوصفات هلا، كل مره كل حلقه قديش تعمل مثلا 5-7 وصفات على 3، طب وكل كتاب وكل مجله ما بيخلصوا الوصفات، من وين ضلوا يجوا يعني؟ لا انا بستغرب، حتى مرات مثلا خالد بيقول لي منين تكتبي، منين بدك تجيبي، ما بخلصوا، ما بعرف، ما عم بخلصوا. بعدين بتعرفي في اشياء بكون انا عملتها قبل بحس انه ممكن أضيف عليها إشي جديد، مش عشان إنه خلصوا الوصفات وبدي أعمل إشي جديد، لا، بحس إنه بتصير أذكى إذا هيك، أو بقدم جنبها طبق تاني مثلاً مرافق بيلبق لها كتير بقوم كمان بعمله. لحد هلا مش عم بخلصوا وصفاتي، بعدين باطلاع يعني هلا الدنيا صارت مفتوحه، مطابخ عالميه، مرات ممكن كنت اقول هذا المكون معقول انا اكله احطه بتمي، اعوذ بالله. لا، بدك جرأه، بجوز ما تحبيه بالاول، او بجوز تلاقيه هذا طعمه كثير زاكيه، كيف كنت انا برافضه اني ادوقها، ومنها بكون وصفه او بدخلها بوصفات. حلو. هلا دعد شكرا، رح تكوني معنا على المطبخ ونستقبل اتصالاتكم، اذا عندكم اي اتصالات اي استفسارات دعد رح تكون معنا ومع ديما بفقره المطبخ.